طرحت مجموعة الأسراوي وكيل العلامة التجارية ستروين في السوق المصري بعض موديلات 2021 لطرازين من طرازاتها في السوق المصري، هما ستروين سي إليزي وستروين سي 3 إيركروس. وبيرصد عالم السيارات أسعار سيارات ستروين في السوق المصري في بداية شهر سبتمبر وبعد طرح موديلات العام الجديد، وهي كالتالي: ستروين سي إليزي. بتتوفر سيارة ستروين سي إليزي موديل 2021 في السوق المصري بفئتين، أسعارهم الفئة الأولى ب 227,900 جنيه والفئة الثانية ب 257,900 جنيه. وبتنتمي سي إليزي لفئة السيارات السيدان وبتيجي بمحرك سعته 1600 سي سي، وبيعمل بقوة 115 حصان وعزم دوران 150 نيوتن لكل متر، وناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات. ستروين سي 3 إيركروس. تتوفر سيارة ستروين سي 3 إيركروس موديل 2021 في السوق المصري بثلاث فئات، أسعارهم الفئة الأولى ب 294,900 جنيه، الفئة الثانية ب 324,900 جنيه، والفئة الثالثة ب 364,900 جنيه. وبتنتمي سي 3 إيركروس لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، والسيارة مزودة بمحرك تبلغ سعته 1200 سي سي وبقوة 110 حصان، ومكونة من 3 أسطوانات وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن متر، ومدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك. ستروين سي 4. بتتوفر ستروين سي 4 موديل 2020 في السوق المصري بثلاث فئات، أسعارها الفئة الأولى 399,900 جنيه، والفئة الثانية ب 419,900 جنيه. تنتمي ستروين سي 4 سبيس ترورر لفئة السيارات السبعة راكب MPV، وبتيجي السيارة بمحرك سعته 1600 سي سي، وبيعمل بقوة 163 حصان وعزم دوران 240 نيوتن للمتر، وناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات. ستروين سي 5. بتتوفر ستروين سي 5 موديل 2020 في السوق المصري بثلاث فئات، أسعارهم الفئة الأولى ب 404,000 جنيه، الفئة الثانية 464,000 جنيه، والفئة الثالثة ب 519,000 جنيه. وبتنتمي سيارة سي 5 إيركروس لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وبتيجي بمحرك سعته 1600 سي سي، وبيعمل بقوة 165 حصان وعزم دوران 240 نيوتن، وبتيجي السيارة بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.